أهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي برنامج الاختيار، أهلا بحضراتكم. زي ما عودناكم أن كل حلقة جديدة بيكون معانا حكاية جديدة، والنهاردة معانا حقيقة عدة فقرات بناء على رغبة السادة المشاهدين على صفحة البرنامج. نعرض فقرة ونتكلم عن موضوع المس والسحر والحسد، كمان هيكون معانا فقرة تانية وهي بعد مناشدة السادة المسؤولين عن المنصورية. طبعا حصلت تطورات كتير على أرض الواقع، وده اللي هنعرفه خلال فقراتنا التالية. انتظرونا فاصل ونرجع لكم من تاني. قلنا لكم بعد الفاصل، وبناء على رغبة مشاهدين قناة الصحة ومشاهدي برنامج الاختيار ومتابعين برنامج الاختيار، هنتعرف اليوم عن أعراض المس والسحر والحسد. طبعا كان في طلبات كتيرة على صفحة برنامج الاختيار بأن احنا نتكلم في المواضيع دي، وطبعا هي مواضيع شغلة الرأي العام. هيكون معانا النهاردة الأستاذ عبدالله العطار، أخصائي الطب البديل والمعالج بالقرآن الكريم. اهلا وسهلا بيك استاذ عبد الله، نورتنا. اهلا بحضرتك يا صاحبي، اهلا بيك يا فندم. طبعا احنا بنتكلم في ثلاث حاجات شغلين الراي العام، ويعني معظم الناس بيتكلموا فيها. في عندنا المس والسحر والحسد واللمس تقريبا على ما اتذكر. يعني هنا كان في ناس بتسال بتقول ازاي اعرف ان عندي مشكله متعلقه بالمس او السحر، فحابين نعرف من حضرتك ازاي ان الشخص او اذا كان راجل او ست يعرف ازاي بالاعراض دي. يعني ده اللي يا ريت حضرتك تشرحه لنا. اتفضل. اهلا بحضرتك استاذ احمد وباسره البرنامج. اولا ربنا يفتح بيننا وبينك وامنا بالحق وانت خير الفاتحين. طبعا الموضوع ده شغل ناس كتير جدا. المس او السحر او اللبس من الحاجات المهمه جدا اللي بتشغل الراي العام. من اعراض المس والسحر واللبس المشهوره جدا عند الناس، منها طبعا في الاحلام، علامات بتظهر في الاحلام وعلامات يعتبر متشابهه، تشابه كبير جدا بينها وبين الاعراض المرضيه. تمام. من الاعراض اللي بتظهر في الاحلام او على الشخص المصاب بحاجه زي كده اللي هو الم اسفل الظهر بالذات، اللي هي الالام اللي هي يعني ما تبقاش ثابته. الالم الطبي ده بيبقى ثابت دايما، يعني حد عنده مشكله مثلا في البطن او في الظهر او صداع نصفي، ده بيبقى ثابت. ولكن بيبقى ما يكون متعلق بمشكله مثلا زي مس او سحر او لبس، دايما بيبقى يعني بيروح وبيجي عليه. تمام. وطبعا من الاحلام الغريبه اللي بتظهر علشان برضو نعرف ان احنا معانا مشكله متعلقه بالمس او السحر او اللبس، اعراض الاحلام او علامات بتظهر في الاحلام زي مثلا بنشوف بعض الحيوانات، يعني دايما يتكرر معانا، احنا بنشغل بالنا بالمشكله دي لما يتكرر معانا. ولكن لو حاجه مثلا طارئه، يعني رؤيه او حلم مثلا طارئ خلاص، لكن الموضوع ما يتكرر معايا لازم اعرف ان في مشكله على طول. تمام. من بعض العلامات طبعا ظهور بعض الحيوانات الغريبه زي القطط او الكلاب او الثعابين، دي بتدل على وجود مشكله، بالذات لو كانت بتحاول تهاجمك او يعني دايما بتبقى تكون موجوده حواليك. دي من الاعراض اللي هي الظاهره جدا. طبعا في اعراض ثانيه اللي هي الام اسفل الظهر مصاحبه بالم بالقدم، وفي حاجه برضو تاني اللي هو الصداع النصفي دايما بينزل على العين. في علامات غريبه زرقاء او خرابيش بتظهر في الجسم، الحاجات دي كلها بتبقى طبعا متعلقه بمس او سحر او لبس، مش لازم تكون مشكله طبيه. طبعا لو مشكله طبيه ما بيبقاش مثلا كلها بتبقى مجتمع مع بعض يعني. تمام. ما بتظهر مثلا خرابيش او علامات زرقاء بتظهر عند حد او الاحلام دي بتتكرر مكسر عند حد، تعرف على طول ان في مشكله متعلقه بالمشكله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها، المس او السحر او اللبس. طبعا انا بطلب من الساده المشاهدين مشاهدي برنامج الاختيار تواصلكم معنا هاتفيا، وطبعا الرقم ظاهر على الشاشه. لو حد منكم ظهر عنده الاعراض دي وحابب يتواصل مع الاستاذ عبد الله لتوضيح الامر، فاحنا بانتظار اتصالك. استاذ طيب قبل ما ارجع للاستاذ عبد الله، احنا تقريبا الاتصالات بيقولوا في الكنترول في اتصالات جامده يعني. طيب نستقبل اول مكالمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك. عايز اكلم الاستاذ عبد الله. نتشرف باسم حضرتك الاول يا فندم. احمد
عبد الرؤوف يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم، معاك الاستاذ عبد الله. ازيك يا استاذ عبد الله؟ اهلا بحضرتك يا استاذ، اتفضل. حضرتك يا استاذ عبد الله، انا عندي شويه مشاكل كانوا حصلوا معايا قبل كده، ورحت لواحد زي حضرتك كده فقال لي ان انت مخطي على عمل، والعمل ده طيبك انت يعني. حضرتك انا عندي شويه مشاكل بالنسبه للشغل، كل ما اروح للشغل انا بعد ما بتفق عليه انا مبيض محاره. تمام. استاذن حضرتك بس سريعا عشان ضيق الوقت وعشان احنا معانا كثافه مكالمات، يعني معذره يا فندم، اتفضل. فمش عارف يعني ده فعلا يعني نفس الكلام، واعمل ايه يعني لو هو نفس الكلام؟ طيب ممكن تسيب رقم حضرتك في الكنترول وان شاء الله هيجاوب على حضرتك دلوقتي الاستاذ عبد الله. شكرا لاتصالك يا فندم. في حاجه مغلوطه يعني بتظهر، يعني بيتقال الموضوع ده كتير جدا، ان واحد مخطط على العمل ومش يعني مش ليه، يعني يقول له يعني يروح مثلا لاي حد معالج فبيقول له ان انت خطيت عمل زي كده ان كان مرشوش او ايا كان، يقول له بس هو ما كانش ليك يعني. فده طبعا ده موضوع مش موجود، لان يعني عدى كان معمول لشخص تاني وعدى عليه بالخطأ. الموضوع ده مش موجود خالص طبعا. تمام. الكلام ده لازم بيتعامل باسمه وباسم الام، ويعني بالتفصيل زي ما يكون حد مديك عنوان، ما ينفعش انت تروح عنوان غيره. يعني هو ممكن يسيب يا استاذ عبد الله، يعني هو لو معمول سيان مثلا معمول لاحمد، تمام، وعدى عليه عبد الله، فهل ده يأذى عبد الله؟ لا 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 طبعا، لا 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 لا، الحاجه دي زي ما احنا بنقول احنا بتبقى متحدده زي عنوان بالظبط، مع موجود باسمه وباسم الام وكده، فما ينفعش ان حد يعدي عليه يتصاب. تمام. هو طبعا في ناس بتقول ان ما فيش حاجه اسمها سحر او مس او لمس، ايه رد حضرتك عليهم؟ لا ده طبعا كان موجود، وطبعا الايه بتثبت الكلام ده، وبس الايه بتقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فطبعا الموضوع موجود ومذكور في القران الكريم، طبعا ما ينفعش ان احنا ننكره، ولكن في بعض الناس بيقولوا ان الشيطان ده او الجن ده مخلوق من نار، والانسان او البني ادم مخلوق من طين، فما ينفعش النار والطين يكتموا مع بعض عشان هيتفتتوا. هو معانا انفجار مكالمات داخل الكنترول، يعني المخرج بيقول لي في مكالمات كتيره، فطبعا معانا مكالمه، معانا ساره. الو، مساء الخير. الو، ايوه مساء الخير، مساء النور، اتفضلي يا فندم. مساء النور حضرتك. مساء النور يا استاذه ساره، اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا بحلم بفران كتير. طيب ممكن توطي التلفزيون بس عشان نعرف نسمع حضرتك؟ حاضر. اتفضلي يا فندم. حاضر. بقول لحضرتك بحلم بفران كتير. حضرتك بحلم بفران كتير. حضرتك بيتكرر ولا هو يعني عارض وخلاص على كده؟ لا بيتكرر معايا كذا مره. تمام، هنرد على حضرتك. تمام يا فندم، هنجاوب على حضرتك يا فندم، شكرا لاتصالك استاذه ساره. ايه حكايه الفران دي يا استاذ عبد الله؟ هي الزواحف والحشرات دايما بتدل على وجود عين شديده في المكان، يعني مش لازم يكون مس او ساحر، لا يعني الحسد ما يبقى فيه عين قويه صابت الشخص ده او المكان، ممكن المنزل. تقصد ان في رقيب داخل المكان؟ لا بيبقى حسد، عين شديده، في انواع العين، العين تراكميه وعين قديمه، بتبقى العين بتصيب المكان، بيظهر فيه بعض الحشرات او الدود او الصراصير او الفئران، بتظهر بكثره ايا كان في المنام او ان احنا نشوفها حقيقه. فطبعا لازم نحصن البيت وترقى نفسها، وطبعا تحصن البيت بطريقه شرعيه، دايما تمسح البيت بملح، دايما سوره البقره تقرا في البيت على الاقل كل 3 ايام، وتحافظ على الصلاه في اوقاتها والاذكار، وان شاء الله يبقى ما فيش. طيب اي حاجه تانية. عايز اسال حضرتك، اتفضل. هل تقرا من خلال التلفزيون او من خلال الراديو، ولا تقرا شفهيا؟ تمام، يعني سؤال مهم جدا. تمام، في ناس كتير للاسف ما بيعرفش يقرا، فاحنا مش هنقول ان هو ده ما بيعرفش يقرا يبقى مش هينفع يحصن نفسه، لا، هي ممكن تقرا يعني يقراها بنفسه طبعا، وده الافضل، ولكن لما فيش امكانيه ان هو يعرف يقرا من المصحف او يقرا قران. تمام. فخلاص يعني بيتجاوز الموضوع ده بان هو يسمعها مثلا. تمام. على احنا كمان معانا مكالمه ثانيه، معانا الاستاذه علاء، اتفضلي يا فندم. الو، ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي يا فندم. حضرتك انا بشوف يعني اسد في الاحلام بتاعتي. تمام تمام، هو بيتكرر مع حضرتك برضو ولا هو بيبقى عارض هي مره وجات وخلاص؟ الموضوع ده بيبقى مهم جدا يعني. لا بيتكرر مع حضرتك. تمام، هرد على حضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا يا استاذ علاء. ايه حكايه الاسد دي بقى يا استاذ عبد الله؟ هي غالبا الجن او الشياطين بيتمثلوا في صوره الحيوانات، في بيظهر بصوره مثلا، الناس يقول لك بنشوف قرود او بنشوف كلاب اعزكم الله او قطط، فالحاجه دي بتدل على ان، بس هي الحاجه دي لو هاجمت عليك فعلا
خلال المنام بتبقى ان هي موجوده داخل الجسم، ولكن لما بشوفها حواليا كده بيبقى في اذى حواليا، يعني بيبقى في اذى ولكن هو ما دخلش داخل الجسم. فبنطالبها طبعا برضو بالتحصين وقراءه الرقيه او تذهب لحد موثوق فيه راقي، ان شاء الله الموضوع سهل جدا التخلص منه يعني. طيب، هو في حد بعت رساله للكنترول طبعا قبل ما اقول الرساله لحضرتك، في شكوى جاتني اتصال هاتفيا على تليفوني انا الشخصي، وبيقولوا لي يا استاذ احمد في واحده متزوجه ومعاها تقريبا بنتين، وخرجت كانت الحاله طبيعيه جدا داخل المكان، اتلقت في حاجه بتطلع لها داخل الشقه، وجت اخت جوزها، طبعا هي ما قدرتش تعيش في البيت فخرجت عند بيت اهلها، فجت اخت جوزها فبتقول دخلت تروق المكان او تجيب حاجه من داخل المكان، حاجه بصت لها كده وقالت لها اخرجي بره المكان ومالكيش دعوه بحاجه، رجعت تاني عشان تاخد الحاجه قال لا انا مش حذرتك انك تخرجي. هل ده الكلام ده صحيح فعلا يا استاذ عبد الله؟ موجود طبعا، ومش لازم برضو زي ما هنقول متعلق ان الشخصه ديك او الانسانه دي معاها مس او سحر لبس، ممكن في اذى بيجي من عمار المكان، يعني عمار المنزل. طبعا احنا عارفين ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان بيت الخلاء ده بيبقى مسكن الشياطين، فممكن يبقى حد من عمار المكان الموجودين من الجن مثلا موجودين في المنزل هو اللي بيضغط مثلا. يعني بنعمل حاجات خاطئه كتير جدا، احنا ما بنقولش الاذكار واحنا داخلين الذكر اللي هو اعوذ بك من الخبث والخبائث، وبنعمل مثلا حاجات خاطئه جدا داخل الحمامات، فده ممكن يتسبب في اذى او يعني من الناس اللي ساكنين في الاماكن دي. تمام، احنا معانا اتصال تقريبا. تمام. النهارده يوم الاتصالات يا استاذ عبد الله. معانا الاستاذ محمد. الو الو. ايوه مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. انا استفسر بس، كان في قدام باب شقتي بفتح بلاقي في قطه سودا وتبقى موجوده. تمام. اوقات كتير. ده في الحقيقه ولا في الاحلام؟ لا ده حقيقي. تمام. وبعدين بفتح وبعدين عندي الم اسفل الظهر ده دكتور ما بيقولش كده، وفي رجلي من تحت. ومش حابب شغلي، انا اجي اروح شغلي اقعد شويه ارجع تاني. تمام. تمام، شكرا لاتصالك يا استاذ محمد. اتفضل. طبعا من اكثر الحيوانات اللي بتتمثل في شكلها الجن او الشياطين اللي هي القطط، فده معناه ان هو في اذى برضه بيحوم حواليه، يعني ايا كان بقى، ان كان سحر او ان كان مثلا حد من عمار المكان، فده معناه ان في اذى موجود في المكان. يعني بيقرا مثلا على ميه بالقران وبيبدا يحصن بيها اركان الشقه كلها ما عدا الحمام طبعا، ويحافظ على قفل الحمام، ما يعلقش الهدوم بتاعته داخل الحمام لان ده بيسبب اذى كبير جدا للشخص، يبتعد ابتعاد تام هو او الزوج عن المرايات، استخدامها وقت الحاجه فقط، ده من الحاجات اللي هي بتبعد اي حاجه زي كده. طيب يعني عايز اسال حضرتك سؤال تاني قبل ما نتطرق للمواضيع الاخرى. في حد قال تقريبا حضرتك قبل ما ندخل للهوا، قلت ان لازم واحنا داخلين الحمام نقرا الذكر ودعاء دخول الحمام. تمام. طبعا هو معروف لكل الناس. في اللي بيستخدموا زي ما بيقولوا بالبلدي كده الاعداد الافرنجي. تمام. بيقول لك لازم انك قبل ما تاخد الشاور بتاعك انك تكفي. تمام. ايه راي حضرتك في الموضوع ده يا فندم؟ طبعا يعني حابين انك تشرح الحاجات الاحترازيه اللي احنا بناخدها برضو في الحمام. طبعا قلنا ما ينفعش، في ناس كتير بتحط مرايه كبيره جدا داخل الحمام، دي طبعا من الحاجات اللي هي المؤذيه جدا. وبرضو لازم القعده بتاع الحمام ايا كان باخد الشاور بتاعي او ان انا خارج من الحمام لازم اغطي الحمام، ودايما يبقى باب الحمام مقفول، ده من الحاجات الاحترازيه لازم ناخدها الحفاظ على. هو معانا اتصال تاني. معانا الاستاذ رضا. الو مساء الخير يا فندم. يا فندم مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا فندم. هو انا كنت حلمت حلم كده غريبه وان في تعابير كتير حواليا فمش عارف اوصل ازاي. البيت ايه عفوا يا فندم؟ تعابين. تعابين. تمام. تمام يا فندم، تمام يا فندم. تبقى موجوده في مكان معين ولا داخل الشقه كلها؟ لا هي كانت حواليا في مكان غريب. تمام يا فندم. تمام، شكرا لاتصالك يا فندم. هنجاوب حضرتك استاذ رضا، ايه حكايه التعابين دي؟ فعلا من الحاجات برضو اللي هي يعني بتتمثل في صورتها الجن او الشياطين اللي هي التعابين. تمام. وجودها في المكان بيدل على برضو في اذى لاحق بالشخص ده. انا بساله برضو ان هو المكان ده يعني ممكن يبقى في المنزل ولكن في اوضه معينه، ناس تقول لك انا بنام في اوضه معينه. من داخل المكان او خارج المكان؟ طبعا ممكن واحد بيقول ان انا بشوف في اوضه معينه في داخل الشقه اول ما بنام فيها بشوف الحاجات دي. تمام. اي مكان تاني عادي، فبيبقى معروف ان هو في المكان ده في اذى، يعني لازم طبعا يحصن المكان ده
يقرأ فيه او هو يقرأ فيه او يستمع لسورة البقرة في المكان ده ويبدأ يحصن نفسه او يعرض نفسه على ربي. الموضوع سهل جدا ان شاء الله ما بيتعداش 10 طيب ايام. حابب اسال حضرتك سؤال، ازاي اعرف، احنا قلنا طبعا جاوبنا على ان ازاي اعرف ان الاعراض دي موجوده عندي وحضرتك شرحتها بالتفصيل. تمام يا فندم. في حاجه كمان احنا حابين نسال حضرتك فيها، ازاي افرق بين الدجال والمعالج بالقران؟ تمام. احنا هنقول برضو ايه علشان نكمل موضوعنا، احنا عرفنا ان انا عندي مشكله من الاعراض اللي احنا قلناها. تمام. هبدا ان انا اروح لحد، يعني هبدا اشوف راقي موثوق فيه ان انا اروح، ازاي ان انا اقعد قدام الشخص ده اقدر افرق ان هو دجال او معالج بالقران؟ دي حاجه مهمه جدا علشان ابقى عارف ان انا حطيت رجلي على الطريق الصح. طبعا من العلامات اللي بتبقى موجوده على الدجال، طبعا ممكن يطلب ان هو الشخص بدون محرم او الانسان اللي راح تتعالج ده ممكن يطلب ان هي تيجي لوحدها، دي طبعا من الحاجات الخطيه جدا، وبيطلب منها حاجات غريبه بقى، تسمع بقى حلتيت وملتيت وحلاوه، بتسمع اسماء غريبه اول ما تبدا، اقول لك هنسبح اشياء مثلا كطيور او حيوانات عشان نعمل مصالحات. طبعا كل الحاجات دي يعني على طول نعرف ان احنا كده ماشيين طريق الصح. تمام. نبدا نقف احنا على طول. يبدو معنا اتصال اخر. معنا ام احمد. اهلا وسهلا خير يا فندم. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد، سؤال حضرتك. حضرتك انا في الغالب بصحى من النوم الصبح الاقي جسمي في جرثه كده عباره عن اسبوعين مدركين في جسمي، يوم ما الاقي الجرثه دي الدنيا كلها بتتربك حواليا، ولو كنت حامل اسقط بعديها. تمام يا فندم. تمام. وعلى طول احلام مخيفه تتهيألي في ان اللي قدامي ده حد عزيز عليا، بس انا في نفس الوقت انا خايفه منه. تمام. تمام يا ام احمد. تمام. ماشي، شكرا لاتصال حضرتك، وهيجاوب عليك الاستاذ عبد الله. اتفضل استاذ عبد الله. تمام. الاخت بتقول ان هي بتشوف علامات زرقاء، كنا احنا اتكلمنا من ضمن العلامات او العلامات الغريبه اللي بتظهر في الجسم. كمان عفوا بتقول في قرصه يعني. هي بتبقى علامه زرقاء كده بتزرق. هي يعني بتبقى مستغربه هي ما اتخبطتش، يعني بتبقى فاكره ان هي ما اتخبطتش او ما تعرضتش مثلا لقرصه او خبطه او اي حاجه، وبتظهر علامات دي، وبالذات بتزيد معاها في وقت الزعل. عشان كده احنا بننصح طبعا الناس بعدم النوم في وقت انت مخنوق او متضايق او زعلان من حاجه، ما ينفعش ان انا اغطي وشي واروح انام، لان انا بسلم جسمي للمشكله دي، بسلم نفسي يعتبر للشيطان، لان وانا نايم ولا بذكر ربنا مثلا عشان احافظ على نفسي او ولا بنام على وضوء ولا انام على هدوء. فبالطبيعي النبي صلى الله عليه وسلم حذر موضوع الحزن او الغضب، لان الشيطان بيتلبس في يعني من اكتر الاوقات اللي يتلبس بيها الجسم اللي هو وقت الغضب ووقت الزعل. فاحنا بنقول لها ان تبعد عن اي زعل بالذات وقت النوم، وتحافظ على الاذكار والصلاه طبعا في وقتها، وبين كل صلاه وصلاه دائما تكون على طهر. تمام. اظن الاجابه وضحت يا ام احمد. طيب معانا برضو ام احمد. من اسكندريه. معانا اتصال ثاني. اتفضل. الو مساء الخير يا فندم. الو مساء النور. لو سمحت انا عندي دايما حاجات في شقتي بحس خبط فيها، بالذات في الشتاء اوقات كتير، خبط في البيبان وخبط على السرير وانا نايمه. عندك خبط في الشقه يا فندم تقصدي؟ ايوه. حركات غريبه بتحصل بالليل بالذات لما اكون لوحدي، ممكن لو بره ونور الشقه كله طافي والحمام مفتوح بخش الاقي حاجات متحركه من المكنه. تمام يا ام احمد. تمام. تمام يا فندم. مش هيجاوب حضرتك حالا الاستاذ عبد الله. شكرا لاتصالك يا فندم. ايه حكايه الخبط والرزع دي يا استاذ عبد الله؟ بتحصل دايما لما يبقى مثلا بالذات لما يكون في شقه انا ناقل فيها جديد ويعني مقفوله لمده كبيره، لازم طبعا بيحصل تحصين للشقه قبل المكان. احنا برضو حاجه خطيره بنقع فيها كتير جدا، واحد هينقل لمكان جديد ممكن يبقى مهجور مثلا في شهور او سنين، ونيجي بعد كده نحطها في العفش بتاعنا وبنقعد على كده. طبعا ده غلط جدا. بتحصل عمليه التنظيف المعتاده وبعد كده بينقلوا بدون ما يشغلوا كهرباء المكان، علشان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر المكان اللي هم ما يسكنوش البشر فوق ال 40 يوم بتسكنه الشياطين. فاحنا نبقى عارفين النقطه دي كويس، لازم المكان يحصن كويس، يقرا فيه البقره كامله على الاقل كل 3 ايام مره، وطبعا ماء بالقران مقروء عليه، يبقى نفسنا كده في القران نقرا عليه الرقيه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده وبنقول تاني، الرقيه غير مقيده بنص شرعي، يعني اي قران ما تيسر من القران، اي قران نقراه وبعد كده نرش في الاركان بتاع البيت كله ما عدا الحمام. تمام. ده بيحصن وان شاء الله الدنيا بتهدى. تمام يا فندم. معانا اتصال تاني. معانا مدام هدى. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم، انا بس عندي جزئين عايز اتكلم فيهم. اول حاجه ان انا لما بنام
بحلم كده بحد شكله يعني واحده كده شكلها مزعج، وبتبقى جايه علي ولما بقرا القران ما بيفرقش معاه القران وبلاها تيجي عليا. دي حاجه. تاني حاجه انا كنت في مره يعني كان عندي ريسيرش في الكمبيوتر واحد، فانا ما اعرفش ان بابا دجال والكلام ده. المهم الولد بيقول لي الريسيرش اتسرق مني خلاص، بس بابا في مره لقيته واقف قدامي بيكلمني فبيقول لي والله ان ما كنت اخلي جوزي يتجوز عليكي واحده شاربه كوبايه لبن حليب ما انا اطلاق. تمام يا فندم. فانا عايز اعرف اصلا لسه الراجل ده ازاي واشوف الدنيا دي ازاي. تمام، هيجاوب حضرتك، وممكن كمان تسيبي رقم حضرتك في الكنترول لو حابه تتواصلي مع الاستاذ عبد الله. شكرا لاتصالك يا فندم. ايه الحكايه دي؟ الحكايه دي طبعا مصيبه، ناس كتير بتقع فيها ان واحد ياخد زي ما احنا بنسميها بالبلدي كده القطر بتاعه، ايا كان صوره ليه او اي حاجه من الملابس بتاعته، اي حاجه تخصه زي ما بيقولوا بالريحته كده او القطر بتاعه، بياخدها وبيديها مثلا لواحد غير موثوق فيه طبعا. وبيبدا بعد كده للاسف ان هو بيقدر يتواصل معاه بعد كده عن بعد. فانا ما سلمش نفسي لحد زي ده، يعني اي حد يطلب مني حاجه زي كده، يطلب مني اي حاجه مثلا من ريحتي زي ما بنقول او اي قطر زي ما بنسميه، لا على طول الموضوع ده نعرف ان احنا كده في الطريق الغلط، ما نرجعش بقى نندم نفسنا او نلوم. لان بيقول لك ايه القران بيقول ايه، ان الانسان على نفسه. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله انت نورتني النهارده، الله يكرمك. صح. وطبعا في الكنترول بيقول معانا كميه مكالمات رهيبه، اوعدنا على الهواء ان هيكون معانا سلسله حلقات متكامله ومتواصله خلال الايام الماضيه او في مواعيد البرنامج اللي هو كل يوم خميس الساعه 4 مساء. طبعا شرفتنا يا استاذ عبد الله. شكرا ليك وشكرا ان شاء الله. وعايزك توعد المشاهدين حضرتك تكون معانا باذن الله. تمام ان شاء الله، بوعدكم هتكونوا ان شاء الله موجودين معانا دايما في سلسله قويه جدا لعلاج المس والسحر واللبس وعلاقتها وتاثيرها على الانسان. ان شاء الله تابعونا على الصحه والجمال برنامج الاختيار مع الاستاذ احمد مار وصوت البرنامج. شكرا لحضرتك. طيب قبل ما نخرج فاصل انتظرونا في اقوى فقره القادمه باذن الله، وهنتكلم عن اخر التطورات بالمنصوريه. فاصل ونرجع لكم من تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل في تاني فقراتنا اليوم. طبعا انا حابب اقول كلمتين قبل ما ارجع لضيوف الكرام، وحابب اهني مشاهدينا ومتابعينا والشعب المصري بانتصارات شهر اكتوبر المجيد. طبعا الانتصار اللي حققناه بدماء جنودنا المصريين وصبر وملحمة جيشنا العظيم وشعبنا الابي الذي ابى ان تسلب منه ارضه وارادته. طبعا تحية اجلال وتقدير الى جيشنا وقادتنا الذين كانوا وما زالوا خط الدفاع الامامي عن مصر وشعبها. كل عام والشعب المصري بخير دائما. أرجع طبعا لفقرة اليوم، وهي كنا نشيدنا في الأيام الأخيرة السادة المسؤولين عن المنصورية. اتكلمنا في عدة مواضيع كثيرة، وطبعا حابب برضو أقول أن أهالي المنصورية بيشاركوا رئيس الجمهورية وبيشاركوا قادتهم وبيشاركوا جيشهم وشرطتهم برفع أعلام مصر على الشوارع تضامنا مع الوحدة المحلية ومجلس المدينة، وطبعا بيرفعوا أعلام مصر احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، وده يدل على انتماء أهالي المنصورية إلى وطنهم العزيز مصر وجيشهم. شكرا أهالي المنصورية، شكرا الوحدة المحلية على رأسهم الأستاذ أحمد عبد الفتاح. طبعا أرجع للفقرة بتاعتنا النهاردة، هيكون معانا فيها طبعا عايزين نعرف إيه اللي احنا توصلنا له من خلال مناجدتنا للمسؤولين، وهل صوتنا وصل ولا لأ، ده اللي هنعرفه من خلال الفقرة. طبعا أرحب بالسادة الضيوف بيشرفنا اليوم، الأستاذ محمد أبو شرادة أحد أهالي المنصورية. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ. طبعا هيكون معانا برضو الأستاذ زيان أبو كعب المستشار القانوني برضو من اهالي المنصوريه. اهلا بحضرتك استاذ هاني. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتونا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا حابين نتكلم النهارده، ابدا طبعا بالاستاذ هاني. كنا حابين النهارده نتكلم يا استاذ هاني، احنا نشدنا المسؤولين كتير، اتكلمنا كتير، هل صوتنا وصل ولا ما وصلش؟ ده اللي حابين نعرفه من حضرتك النهارده. لا هو طبعا الصوت وصل
وابتدى يظهر على الشباب بفضل الله طبعا، وبنفسك يا استاذ احمد وبمشيدتك للمسؤولين ابتدينا نلمس في الشباب روح الايجابيه وروح انهم عايزين يعملوا حاجه للبلد. واحنا طبعا بنوجه الشكر للاستاذ احمد عبد الفتاح رئيس الوحده المحليه الجديد، وبصراحه الراجل نشيط ومجتهد وابتدى اثره يظهر على الشارع في المنصوريه. تمام. استكمالا طبعا للاعمال الكويسه اللي كان بيقوم بيها رئيس الوحده المحليه السابق الاستاذ عمرو غانم، فاحنا بنتوجه للشكر طبعا ليهم جميعا. وبرضه بنفكر الشباب برضه مش عايزين يأس، عايزين مشاركه وعايزين مساعده المسؤولين، عايزين تظهروا المسؤولين رايكم ويوصل ليهم ايه اللي ناقصكم، الكلام ده كله صراحة عشان المسؤول يبقى عارف ايه. تمام استاذ هاني. حضرتك من خلال برنامج الاختيار احنا بنشكر كل من ساعد وساهم في تنظيف مستشفى المنصوريه، كمان ان مستشفى المنصوريه يا ريت الكنترول بعد اذنكم يا جماعه يعرضها لنا، دي الصور معانا على الهواء اهي. دي مستشفى المنصوريه كان بيها يا استاذ محمد، ارجع لحضرتك، كان طبعا حضرتك بما ان حضرتك من اهالي المنصوريه، دي المستشفى المنصوريه كان فيها ايه وحتى وصلت لهذه الحاله من النظافه قبل بدء مرحله العمل زي ما حضرتك ذكرت؟ انا هسيب حضرتك تقول المفاجاه. اتفضل استاذ محمد. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا بهني الشعب المصري وبهني القوات المسلحه بانتصارات اكتوبر المجيد، وبهني الامه الاسلاميه بقدوم المولد النبوي الشريف، وكل عام وانتم بخير. كل عام وحضرتك بخير. والله احنا كنا وجهنا نداء للاستاذ احمد عبد الفتاح ان ينظف مستشفى المنصوريه وينظف بعض الاشجار اللي طالعه فيها واقوام الزباله اللي فيها، فالراجل استجاب بصراحه وبعت المعدات بتاع الوحده المحليه وقام بتنظيف المستشفى استعدادا لبدء العمل فيها ان شاء الله. وقريب قوي ان شاء الله المنصوريه ومستشفى المنصوريه يبقى فيها شغل وهتبقى مفاجاه للمنصوريه باذن الله، تعمل مستشفى مركزي باذن الله على احدث طراز، ودي المفاجاه بتاع المنصوريه ان شاء الله في خلال غضون هذا العام ان شاء الله هيكون كل الاجراءات بتاع المستشفى خلصت ويبدا العمل ان شاء الله. تاني حاجه حصلت يا استاذ هاني، حصلت معانا هي مظلات مقابر المنصوريه، وده يدل على جهد عميق تبذله الوحده المحليه بالمنصوريه. وطبعا حابب اشكر المتبرع صاحب هذا العمل الجيد، وده يدل، وطبعا هي الصور معانا حاليا يا استاذ هاني على الهواء، وده يدل على انتماء والتكافل الاجتماعي والمساهمه، وده احنا حابين نقوله للمسؤولين، احنا بنشارك احنا بنساعد. هو ده يا استاذ احمد اللي كنا حضرتك بنتكلم فيه في حلقه سابقه قبل كده، قلنا لا الحمد لله الاهالي عندنا كرم ومعطئين للكرم يعني. وبالفعل في احد فاعل الخير تبرع بمظلات في لمدخل مقابر المنصوريه، وربنا يجازيه طبعا خير على عمله. وده اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا نساعد، لان طبعا الحكومه مش هتقوم بكل حاجه بنفسها او بكل حاجه لوحدها يعني، لازم ان احنا نساعد، لازم ان الاهالي تساعد، لازم ان اللي معاه يساعد. ان ما كناش نساعد بلدنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هنساعد بلدنا امتى؟ ده اللي حضرتك استاذ احمد اتكلمت فيه الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن النقطه وعلى المستشفى. لا عندنا ناس ان شاء الله باذن الله قادره ان هي تساعد، واحنا ناخد الضوء الاخضر ان شاء الله. ده بعد المناشده، ده بعد المناشده يا استاذ هاني بالمساهمه الاجتماعيه والتكافل الاجتماعي، وان كلنا نكون على قلب رجل واحد خلف دولتنا وخلف وطننا العزيز مصر. استاذ محمد، الحاجه الثانيه اللي حابين نتكلم فيها وهي الطريق المؤدي لمعهد فتيات المنصوريه. طبعا يا ريت الصور تنزل معانا على الهواء يا جماعه. دي الصور يا استاذ محمد. حابين تشرح لنا ايه الطريق ده يا فندم، وايه وجه الاستفاده اللي حصلت عليه المنصوريه منه؟ والله يا جماعه الطريق ده بيجي من الكوبري الجديد من دخلت المنصوريه من قبل البلد لغايه معهد الفتيات. الطريق ده بيخدم مجمع مدارس وبيخدم اهالي سكان المنطقه، والطريق ده كان نصه كويس والنص التاني كان بصراحه بايظ. فبصراحه الوحده المحليه مشكورين بقياده الاستاذ احمد عبد الفتاح والفريق المعاون له وشباب المنصوريه واهل المنصوريه قاموا بتظبيط الطريق وتوضيبه بحيث ان ما يكونش فيه اي عقبات لا للتلامذه ولا لاهالي المنطقه.
عايز اذكر حاجه كمان يا استاذ محمد، ان السيد رئيس الوحده المحليه بالمنصوريه الاستاذ احمد عبد الفتاح بقاله 10 ايام في الوحده المحليه، وده بعد اطلاقه كبيره ووعي من القياده بالاختيار لمن يقومون باعمالهم والحفاظ على المحليات. ده حصري ببرنامج الاختيار، ان طبعا صوتنا وصل يا استاذ هاني للمحافظ طبعاً. السيد المحافظ طبعاً. والسيد رئيس مجلس المدينه، وطبعا انا من خلال برنامج الاختيار بتوجه بكل الشكر والتقدير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، للسيد المحافظ الجيزه والاستاذ محمد عبراضي رئيس مجلس المدينه والاستاذ احمد عبد الفتاح من خلال برنامج الاختيار. وكمان حابب اشكر برضو كل من ساعد وساهم في هذا العمل الجميل، الاستاذ عاطف عبد الحميد مساعد رئيس الوحدة المحلية ومدير المتابعة، كمان الأستاذ مصطفى سعد الدموكي والأستاذ محمد عنبر. خالص تحياتنا من برنامج الاختيار، لأنكم فعلا تستحقون الشكر ليس مجاملة. ولو حضرتكم مش شايفين شغلكم هنطلع من خلال البرنامج ده ونتكلم على السلبيات الموجودة، بس حقكم علينا ان احنا نشكركم لأنكم شايفين شغلكم. ايه رايك يا استاذ هاني في الطفره الاخيره دي؟ هو طبعا كلام مظبوط، اللي بيشتغل طبعا ما حدش بيقول انت ما بتشتغلش، اللي بيشتغل بيبقى شغله قبل ما هو بيتكلم عن نفسه بيبقى شغله ظاهر على الارض وظاهر على الناس، واحنا طبعا بنتوجه لهم بكامل الشكر، وبنحس كل مسؤول ان هو يتفانى في شغله، يتفانى في شغله طبعا لله قبل كل شيء وعشان خاطر بلده. البلد في الوقت اللي احنا فيه ده محتاجه الاجتهاد ومحتاجه الجد ومحتاجه العمل. فاحنا طبعا بنتوجه لهم للشكر، ودايما يا رب الى الامام، ودايما يا رب بالتوفيق. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ارجع تاني للاستاذ محمد، استاذ محمد حضرتك تشعر بايه اليوم بعد مناشده المسؤولين وان صوتنا يوصل لهم؟ والله انا بشعر ان الحكومه بتاعتنا بتستجيب لمطالب الجماهير، وبصت للمنصوريه نظره من جديد بعد ما كان متاخد عندها فكره خطا، وبقول الحمد لله ان المفهوم عن المنصوريه بدا يتغير وبدا يبقى في عمل على ارض الواقع، وبشكر كل من بيساهم في اجراء عمل يفيد المنصوريه واهل المنصوريه، لان المنصوريه بلد العطاء، بلد الحب، بلد الخير، ويعني المنصوريه دي اهلها ناس طيبين، ما فيش زيهم بصراحة. يعني أنا مشيت كتير وسافرت كتير، أنا عمري ما شفت ناس في طيبة المنصورية وأهل المنصورية وبيحبوا الخير وقلبهم على البلد وبيخافوا على البلد. نقول الحمد لله إن ربنا كرمنا دلوقتي والمفهوم عن المنصورية اتغير والفكرة اتغيرت. يا ريت يا جماعة تعرضوا لنا، معذرة القطع حديث الأستاذ محمد، يا ريت تعرضوا لنا الفيديو ده. الفيديو ده يا أستاذ محمد وأستاذ هاني شامل مظلة بالمقابر للناس اللي داخلة المقابر وخارجة من المقابر تستظل تحتها، وطبعا الصدقة الجارية لا تحتاج شكر. ده اللي حابب أقوله للناس على السوشيال ميديا يا أستاذ محمد، إن إحنا ما ينفعش نذكر أصحاب الصدقة، رحمة الله على والدهم وأسكنه الفردوس الأعلى وجزاهم الله خيرا عما فعلوا. ده بالنسبة للمتبرعين، وده يدل يا أستاذ هاني على التكافل والوحدة الوطنية، إن طبعاً. الناس بتساهم في أعمال خيرية كتير، نوع من أنواع المساندة للدولة، وده اللي احنا بنقوله إن الدولة مش هتعمل كل حاجة طبعا. لازم نساعد. كمان يا أستاذ هاني برضو في حاجة حابب أقولها، إن أنا شايف الأيام الأخيرة دي في نقلة غير طبيعية. حابب تقول إيه عن التغيير وإن الصوت يوصل بسهولة وإن المسؤولين يسمعوك ويتجاوبوا معاك؟ هو احنا فعلا بقالنا فترة طبعا من ساعه ما حضرتك ركزت الضوء عليها، احنا فعلا شايفين روح الايجابيه ابتدت تظهر يا استاذ احمد على الناس، وطبعا ده هيتجلى ان شاء الله باذن الله في انتخابات مجلس الشعب الجاي. عايزين الناس تشارك فيها، عايزين الشباب ينزل يشاركوا فيها يطلبوا صوتهم. كان في سلبيه قبل كده وكان في امور مش عاجباك، طب انزل عشان تغير الامور. الامور عمرها ما تتغير وانت قاعد في البيت وانت قاعد ما بتعملش حاجه وانت قاعد بتنتقد بس، لا لازم تنزل تشارك. وطبعا احنا تعقيبا على كلام حضرتك طبعا بنتوجه للشكر لكل انسان بيمد ايده لبلده وبيقول لها بايدك يا بلدي، زي اللي حضرتك النموذج اللي حضرتك لسه عرضه دلوقتي بتاع المظله بتاعت مدخل المقابر. طبعا حضرتك برضو في برضو مشاركه مجتمعيه جامده، يمكن يكاد يكون اللي سدد الفراغ بتاع ان مستشفى المنصوريه الى الان لسه ما اتعملتش مستوظفات
اللي هي الطبية. الخاصه الطبيعه للجنه الزكاه، المستوصفات الطبيه التابعه للجنه الزكاه، بصراحه قايمين بدور كويس في البلد. بالنسبه للجنه زكاه النور، حضرتك عايز تقول لمشاهدينا ان كمان معانا خبر حصري ان لجنه زكاه النور اسيب حصل. انا كنت سايبها لحضرتك، هو اللي كمل، اتفضل. كنت سايبها لحضرتك طبعا عشان تتكلم فيها، لكن هو فعلا خبر جميل ان حد ربنا طبعا يجازيه خير بمساعده طبعا لجنه زكاه مسجد النور. بنتوجه لهم جميعا بكل الشكر والدعم والتأييد، ان تبرع بجهاز اشعه مقطعيه. الجهاز ده يا استاذ احمد سعره يتعدى ال 4 مليون جنيه. تخيل ده حضرتك نموذج احد ابناء المنصوريه مثلا، نموذج تبرع بجهاز اشعه مقطعيه. تخيل يا استاذ احمد، يمكن كان من اخر الهرم او فيصل لحد اخر الجيزه كان اللي بيحتاج جهاز الاشعه المقطعيه ده كان يا في القصر العيني يا في مستشفى حكومي كبيره تمام. تكون قادره لان هي تتحمل ان هو يكون فيها الجهاز ده. لا، احنا بفضل الله وطبعا بفضل طبعا ان ربنا سخر المتبرع ده لان هو يتبرع، وبمجهود لجنه الزكاه بقى اصبح في المنصوريه دلوقتي ان شاء الله باذن الله جهاز اشعه مقطعيه طبعا بتتعمل بره فوق ال 1500 وال 2000. وطبعا في ناس كاتحه يا استاذ احمد، في ناس يعني ايه اللي هم بيقولوا عليهم رزق يوم بيوم. صحيح. استكمل حديثي عذرا المقاطعه مع الاستاذ محمد، ايه راي حضرتك في جهاز الاشعه المقطعيه الذي تجاوز ثمنه 4 مليون جنيه لخدمه اهالي المنصوريه والبلاد المجاوره، ليس المنصوريه فقط؟ اولا انا بشكر المتبرع اللي تبرع به، وجزاه الله خيرا، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته. امين يا رب. وبشكر لجنه زكاه النور لاني بصراحه ما يعني بتبذل جهد غير عادي لخدمه اهل المنصوريه، ولجنه النور دي من اللجان المميزه وبصمتها موجوده في المنصوريه القائم عليها الحاج عبد الله بروده. القائم عليها الحاج عبد الله بروده والفريق المعاون. والفريق طبعا يعني اكيد. مع احترامي كل كيان ناجح لازم يكون فيه تيم ناجح يا استاذ محمد. الحاج عبد الله بدون الفريق اللي معاه معايا مش هيعمل حاجه. الفريق اللي معاه بصراحه اللي مع الحاج عبد الله فريق ممتاز وبيكافح وبيحب الخير للبلد والاهل البلد، وبيجيبوا المتبرعين ما تعرفش منين. هو ربنا محبب يعني محبب الناس في المنصوريه، يعني الناس بتحب المنصورية عشان هي فعلا بلد أصيلة، بلد طيبة. تمام. طيب ده بالنسبة لرسالة الشكر للجنة زكاة النور، وأنا من خلال برنامج الاختيار أتوجه ليكم خالص الشكر والعرفان والتقدير، لأنكم فعلا بتساندوا الدولة، مش أهل المنصورية فقط، ده كل الخارجين اللي هم بره البلد وجوه البلد بجهاز الأشعة المقطعية. جزاك الله خيرا حاج عبد الله عما تفعله لخدمة أهل المنصورية. أستاذ محمد، حضرتك تحمل كثيرا من المفاجآت اليوم، عايزين نعرف أول مفاجأة لأهالي المنصورية. والله أول مفاجأة لأهالي المنصورية من الوحدة المحلية إنهم هيقوموا بعمل مظلة للركاب اللي بيركبوا من المنصورية لنكلة، هيعملوا لهم مظلة وهيعملوا ميدان على طريق طلعة المنصورية. احنا كده حضرتك بتحرق المفاجآت كلها. طيب خلينا ناخدها مرحلة. الشهداء بالمنصورية. تمام. وهيعملوا داخلة المنصورية من عن غرب البلد من عند كوبري الترب، هتبقى زي المظلات اللي هي معروضة دي. والداخلة من شرق البلد، يعني المنصورية هيبقى لها واجهة تانية خالص، وهتحظى باهتمام وبتحظى باهتمام الحمد لله، وده بفضل الله طبعا ثم المسؤولين ونظرة الحكومة لنا، وربنا يا رب يوفقنا جميعا. طيب أنا رجاء شخصي من الأستاذ أحمد عبد الفتاح، بعد إذنك يا أستاذ أحمد وبعد إذن السيد المحافظ ورئيس والسيد رئيس مجلس المدينة، محتاجين ده مطلب من أهالي المنصورية والبلاد الأخرى، محتاجين بوابة على أول دخلة المنصورية اللي هي المقابلة للمقابر. بعد إذن حضرتك مشكورا، إحنا عارفين إن إحنا بنتعبك، وحضرتك بصراحة ما بتقولش غير حاضر ونعم، وده يدل عن طيب شخصك وكرمك وأصلك الطيب المتواضع. وأنا حابب أقول لحضرتك نيابة عن كل أهالي المنصورية شكرا لحضرتك وشكرا للسيد المحافظ. وحابين قبل ما نختم حلقتنا برضو أرجع وأقول يا أستاذ أحمد بعد إذنك، محتاجين بوابة على أول مدخل المنصورية. أستاذ هاني حابب تقول يا فندم؟ والله حابب أقول جزا القائمين على كل هذه الأعمال، سواء كان لجنة النور اللي حضرتك ذكرتها أو الوحدة المحلية، جزانا الله عنهم خير الجزاء، وبالتوفيق يا رب دايما. واحنا برضو معاكم، واحنا ان شاء الله باذن الله معاكم في اي حاجه تعوزوها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ محمد كلمه اخيره.
والله انا بحب اقول اهل المنصوريه انا بشكركم على وقوفكم وكتفا بكتف ويدا بيد مع الوحده المحليه ومع المسؤولين للنهوض بالمنصوريه وباهل المنصوريه، وربنا يوفق الجميع يا رب. شكرا استاذ محمد، شكرا استاذ هاني، نورتونا ببرنامج الاختيار، وشكرا على سعيكم وتوصيل صوت ابنائكم ابناء المنصوريه. قبل ان اختم حلقه اليوم برنامج الاختيار، حابب اتوجه بخالص الشكر، وكما نقول دائما من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرا لكل اللي بيساعد، شكرا لكل اللي بيمد ايده لوطنه، شكرا لكل اللي بيساعد الدولة. الدولة مش هتعمل كل حاجة، يجب علينا التكاتف الاجتماعي بجوار دولتنا وقيادتنا. اشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع المقبل يوم الخميس القادم من برنامجكم برنامج الاختيار، في حفظ الله وامني ورعايته، مع السلامة.